شغل مصري 100%. هي دكتورة علم نفس في الجامعة الأمريكية، وفرغت حياتها إن هي تعيش في الصحراء وتشوف الصحراء فيها إيه، وبالنسبة هي راحت صحراء عسير واكتشفت منهم حاجات، وشافت الغزل اليدوي، وهي قالت ليه ما تطورش الصناعة دي والحرف دي بدل ما هي مختفية إنها تظهر. فبدأنا نغزل القماش بتاعنا على النول اليدوي ونطلع منه شغلنا، ومن هنا بدأت الفكرة يعني تزيد معاها الأفكار وكده وتكبر، لحد ما وصلنا إن إحنا بنعمل وصف مصر، وصف مصر بكل حاجة، بصور، بطبيعة شعبها، يعني بيبان من ملامح الصورة اللي هي شايفاها يعني طبيعة شعبها، واللي يعني عايزة تعبر عنه من خلال الصور دي. وفي كمان الطريقة اللي احنا بنستخدمها في تجهيز الحاجات دي. الشغل عامة بياخد معانا مدة طويلة، ممكن الرسمة تقعد حوالي أكتر من أسبوع، ف يعني بيبقى فيها شغل جامد. عبارة عن نحت على الحجر الصوان، وبيبدأ نسخها على القماش عشان تطلع بالشكل الطبيعي ده، وبنثبتها بقى بصمغ عربي عشان يحافظ على دقة الألوان ورونق الصورة، تفضل بطبيعتها مهما يعني مهما كان وجودها في الشمس أو في بالنسبة للمصريين معجبين يعني، وفي أكتر أجانب وعرب يعني، والفكرة عاجبة الناس كلها، وإحنا كاسم كبير معروفين يعني، موجودين في كل العالم، موجودين في دبي وموجودين في أبو ظبي وموجودين في أوروبا، في فرنسا وإيطاليا.